عبارة ما خلصنا قاعدة ريفلكسيف برونونس اللي هي الضمائر المنعكسة والتمارين اللي قبلها كانت، هسه نريد ننتقل لكتاب الطالب على موضوع يوزينج ذا انترنت، الاستخدام الانترنت. هذا الموضوع عندك تقراه، مو هو طبعا هو مو حفظ او ما ادري شنو عليه اسئله، لا هو دا تشوف الكلمات اللي لونها المختلف اذن يفيدنك او يجن بسؤال الكلمات والسؤال التوصيل، يعني حتى هسه حنحل سؤال توصيل مرتبط بهذا الموضوع. نبدي هسه نقراها، بدك تقرا انت همات، يعني طبعا الكلمات اللي دعوه بالانترنت ترى موجوده عندك بالورقه، الكلمات اللي حدز لك اياها. وش يقول لك هنا؟ You can access the internet using computer, smartphone, tablet. تقدر تطب على الانترنت باستخدام الكمبيوتر، سمارت فون، التليفون الذكي والتابلت. التابلت هنا ما جاي بمعنى حبايه، لا تابلت جهاز التابلت. يقول لك now let's learn some internet words. خلينا نتعلم بعض الكلمات. شلون نطب؟ يقول لك first you need to go online. اول شيء لازم تكون متصل online to find، وبعدين حتى تقدر تجد to find the website you want. حتى تقدر تستجد الموقع اللي تريده. So search on the web www. على مود تبحث انت محتاج تكتب www اللي هي البدايه، اي بحث عندك لازم يكون مفتاح عندك قبل اي موقع www. يقول لك you will see، سوف تجد http هاي or better https. قبل ما تلقى www تشوفها اكو قبلها تطلع تظهر لك https او هاي ال http. كين مظهرت لك وانت تكتب هاي، key in the address you want. اكتب على الكيبورد الموقع اللي انت تريده. مجرد ما تكتب ال www حتضع لك قبلها هذا المفتاح اللي قبلها. اكتب هسه وراها الموقع اللي تريده. Then press login or press enter on your keyboard. ورا ما لقيتها تقدر تضغط على كلمة enter، وبعض الحاسبات موجود من عندك عليها كلمة login. كيفك انت اذا الموجود وحده من ذني دوس عليها حتظهر. طبعا اغلبكم يعرف شلون يسوي الموقع، يعني يختار الموقع، تختار انتر مجرد هذه هي تدوسها دخلت على الموقع. Now the web page will come up on your screen. حتظهر لك الويب بيج، الصفحه اللي انت تريدها على مثلا صفحه جوجل او واحده من المواقع الموجوده على جوجل، انت ظهرت لك come up on your screen. You can navigate, it's easy by scroll up or scroll down. انت تقدر تطلع لي فوق، شلون سايد اطلع لي فوق وانزل لي جوا باستخدام السكرول، هاي سكرول اب اور سكرول داون للاعلى او للاسفل. نيفيجيت اللي هي تتحكم او تتنقل. When you find what you want you read or see click on to it using the mouse or the touch screen. مجرد ما لقيت اللي انت تريده كليك اون، يعني دوس بالماوس على اللي انت using mouse or touch screen او شاشه اللمس. مثلا نستخدم، احنا قلنا يا اما نستخدم سمارت فون يا اما نستخدم الكيبورد. مثل ما فنبهتك انه انت تقرا هاي مثل ما انا قريتها وتنتبه على هاي الكلمات، حتلقى معانيها موجوده عندك بالورق حتى تساعدك بالتمرين اللي هسه حنحله بكتاب النشاط. طلاب هسه اريدك تنتقل لكتاب النشاط اللي هو صفحه رقم 47، سوري 42 42. بهذا الصفحه اكسرسايز بي، تمرين رقم بي، حتلقى توصيل اكتب عليه مهم. اذا شفت كم تمرين بالتوصيل مهم. هذا التمرين معتمد على الموضوع اللي هسه احنا قريناه، يعني انت لو تقرا الموضوع هذا حتقدر تحل هذا التوصيل بسهوله. تعالوا هسه نحله ونشوف. الاول وحده يقول لك جو اونلاين، يعني اتصل بالنت. ليش هتتصل بالنت؟ هل هي تو انتر اون يور كيبورد على ما تدوس على الكيبورد مالتك، ولا ذا ويب بيج الصفحه باي سكرولينج اب اند داون بالانتقال على الاسفل، ولا ذا ويب الموقع، ولا تو فايند ذا ويب سايت جو اون لاين لكي تجد الويب سايت اللي انت تريده. نمبر 2 سيرش، ابحث. ابحث هل تصير ابحث بالانتر اون يور كيبورد، دوس على ببحث بانه تدوس على الكيبورد مالتك تدوس انتر، لو ذا ويب بيج اللي هي الصفحه ترقى الاعلى والاسفل، ولا سيرش ذا ويب، ولا يبحث ذا ويب في الشبكه. طبعا حصير سيرش ذا ويب. كين اللي احنا قلنا يكتب العنوان او اكتب العنوان اللي تريده. فطبعا ماكو اذا تقرا لي جوا يوزنج ذا ماوس استخدام الماوس، ولا ذا ادرس يو وانت
العنوان the address العنوان اللي تريده. اكتب العنوان اللي تريده، البريد الإلكتروني أو العنوان اللي تريده. press يعني يضغط أو يدوس، مثل ما هي حالة حال كلمة enter on your keyboard، إنه تستخدم الانتر بالكيبورد مالتك. navigate اللي هي التنقل، تنقل the web page الصفحة by scrolling up and down، بالتنقل للأعلى والأسفل. click اللي هي الدوسة، هاي اللي بتعمل باستخدام using the mouse، استخدام الماوس. هذا التمرين أو هذا التوصيل مهم جدا. هذا ثاني توصيل يكون عندك مهم، أو ثالث توصيل يكون عندك مهم بيونت 3. وهماتي أنت عندك توصيل بكتاب الطالب اللي هو صفحة أعتقد اللي هو موجود عندك بالليسون 3. هذا أنت عن توصيل مهم، وحتلقاني بالورق داز لك مجموعة من التوصيلات تحاول تحلين من ضمن هذين الشغلات الموجودة بهاي الصفحة اللي هي صفحة page number 43. ورا ما خلصنا التوصيل والموضوع مال using the internet، استخدام الانترنت والتوصيل اللي كان موجود، وقلنا هذا التوصيل عليه مهم، بالامتحانات اللي حدز لك اياها موجودات هاي التوصيلات، من ضمنها هذا التوصيل طبعا. ننتقل الى اخر قاعدتين عندنا، وهي استخدام ذن. استخدام ذن التعريف، اول شيء خلينا نتفق على شيء، انه هي ذا مع الاسم المفرد اللي لا يوجد منه اثنين. يعني شنو ما يوجد من عنده اثنين؟ يعني ماكو مثلا فتشي لاخ اله، مثلا كلمة ذا ايرث الارض، كم ارض عندنا؟ هي بس ارض واحدة بس. The Euphrates نهر الفرات، وكم نهر فرات بالعالم؟ واحد بس. The Tigris نهر دجلة، كم نهر دجلة؟ هو نهر دجلة واحد بس عندنا، احنا موجود بالعالم كله. The Internet الانترنت، وماكو غير بس اللي هي وسيلة الاتصال العالمية اللي هي تستخدم من عدة تفتح مواقع، شيء اسمه الانترنت، ماكو شيء لاخ. The Sun الشمس دمون القمر، كل هاي شغلات موجود من عندها شيء واحد بس. فلما أنه موجود من عنده شيء واحد، حتستخدم أداة التعريف the. لا نستخدم وياها لا إيه ولا أن، مو مثل a doctor an engineer، لا غير شيء. هاي لأنه الشيء هذا موجود من عنده واحد، نستخدم the. شون تجيك؟ تجيك بسؤال لجرامر، مثلا يعطيك فراغ يقول لك internet connects millions of people around the world، أو millions of people around the world، الملايين الناس حول العالم. يقول لك اختار يا أما يا أما ذا. ممكن هنا أنت تغلط تقول إيه هاي الآي حرف علة، فإذا حنختار الآن. لا، لأن أنا نبهتك إنه الإنترنت ماكو من عنده غير هذا الشيء الوحيد، فحنستخدم أداة التعريف ذا. فصير the internet connects millions of people around the world، طبعا نامكن ناسين هس يعني إذا أريد ملايين الناس حول العالم. هاي بالنسبة للقاعدة الأولى. القاعدة الثانية اللي عندك هي قاعدة comparative المقارنة، طبعا انت أخذتها بيونت 5 بس هي ما كانت اللي شات بالتعمق بيونت 5 إذا تذكر الفيديوهات، بس احنا باعتبار انه احنا خلاص ها هي اليونت 5 مداخل، بس اما عندك هاي القاعدة اخذتها بصف خامس ابتدائي، جزئية بسيطة من عندها، انه لما تريد تقارن when you want to compare between two things، تقارن بين شيئين او two nouns او اسمين، فهنستخدم قاعدة الكومبيراتيف اللي انا عندي صفة واضيف لها ER واضيف وراها كلمة ذان، وهاي يعني الذان مرتبطة بكساء اضافة الER فقط لا غير. مثلا ما تقول like when you say this shirt is bigger than that shirt، هذا الشيرت القميص اكبر من ذاك، حطينا ER للبيجر ليش؟ لان لقينا وراها كلمة ذان، اذا الذان مرتبطة قارن بين اثنين فاضيف ER للصفة. I am taller than my friend، انا اطول من صديقي. ليش استخدم هنا taller ما استخدم tall مثلا؟ لان انا اذا اقارن بين اثنين عرفتها شلون من كلمة than، مجرد ما لقيت than تختار الصفة شنو er. اذا استاذ وشلون نجيب لي اياها؟ نجيب لك اياها بسؤال القواعد اللي هو السؤال الثاني، ممكن يقول لك اختار يا اما tall يا اما taller، اختار من عندهم.
I am tall or taller than my friend. طبعا طالما when you like to compare لما تيجي تقارن فانت حتستخدم than فش you say taller than my friend حتختار taller عرفنا؟ هاي بالنسبة للمقارنة. آخر جزئية عندك وهي قاء الإيميل. Write an email to your write email to your friend. اكتب إيميل لصديق. هذا السؤال لازم حيجي سؤال من عنده لازم يجيك يا أما الإيميل يا أما الباراجراف أو يجيك إجباري واحد منهم. فلهذا أنت لازم تحفظ الشكل العام مال الإيميل. لازم تحفظ طريقة الكتابة الإيميل. شلون تنكتب؟ إذا أنت لازم تحفظن اثنيناتن حتى خاف يجبرك على واحد منهم أنت تكون حافظ. تعلمنا الباراجراف خلينا نراجع الإيميل. حيجيك السؤال يقول لك اكتب رايت ايميل تو يور فريند اكتب ايميل الى صديقك رايت ايميل ارن ايميل تو يور فريند يعجبك السؤال رايت ان ايميل تو يور فريند اكتب ايميل رايت ايميل تو يور ان ايميل تو يور فريند تو ا فريند اكتب ايميل لصديق شو تسوي انت اول شيء حتكتب تو وسبجكت هاي اول حركه تسويها تو يعني الى اكتب بيها اي ايميل انت تحب تكتبه مثلا تو باسم علي at yahoo.com استاذ انا ما حكتب باسم حكتب علي عادي براحتك تو علي at yahoo.com المهم انه يكون ايميل مكتوب هنا ياهو او جيميل طبعا ياهو اسهل لك فكتبنا الياهو السبجكت الموضوع اللي حتكتب بيه اختار يا اما your health يا اما the homework واثنيناتن صح بس مو تكتب اثنيناتن اثنيناتن يحمل نفس موضوع الايميل اللي هنا الموجود يعني تكتب يا اما يور هيلث يا اما ذا هوم ورك اختار واحد منهم مو تكتب الاثنيناتهم هذا بالنسبه للسبجكت يعني انت حتكتب تو ونقطتين والايميل والسبجكت ونقطتين والعنوان وراها ننزل سطر نكتب دير باسم عزيزي باسم باعتبار انت جاي تنزل الايميل الى باسم حتقول له هاو ار يو كيف حالك ماي براذر سيد اخي قال يو ديدنت فيل ويل يسترداي لم تشعر بالتحسن أمس. I hope you are fine today. أتمنى أن أنت تكون بخير اليوم. هاي المقدمة العادية اللي حتكتبها. أنت موضوع إيميلك تدزه عن الصحة أو عن الهومورك عن شنو تدزهجي. حتقول له بالمدرسة at school we looked at using the internet. بالمدرسة علمنا شلون نستخدم الإنترنت. My teacher said المعلم مالتي قال that we should write an email for homework انه احنا الواجب مالتنا لازم يكون نكتب ايميل فسو this is my homework فلهذا هذا الواجب مالتي انه الواجب مالتي دز لك الهومورك يعني دز لك الهومورك دز لك ايميل من ضمنها دا اطمن على صحتك وهو بنفس الوقت هو نفس الهومورك اللي طلبتها من عندنا المعلمه او المعلم اختم بهاي الكلمه best wishes اطيب التمنيات واكتب اسمك حنختار هنا اسم احمد خلي يكون هذا الاسم مالتك انه انتم بكم حتكتبون اسم احمد لا يعني حاولوا تكتبون اساميكم يعني هو احمد وهاي best wishes احمد اطيب التمنيات احمد هذا هو الايميل هذا عليه 20 درجه بالامتحان الوزاري لهذا لازم ينكتب صح مثل ما انا كاتبه انت تكتبه استاذ زاني انا شلون احفظه تكتبه وتحفظه تكتبه مره 2 10 20 مو ينكتب لان هذا اليوم مطلوب منك تحفظه لما تدز الامتحان حيكون بي ايميل اوكي طلاب مثل ما انا سويته انت سوي انت محافظ الطريقه لو مثل طريقه الكتاب سوي بس تكون صحيحه مال الكتاب يعني مو بكيفك تالف شغلات غلط تكون القواعد اللي حتنقلها صحيحه اوكي حتلقاه موجود الايميل بالورق بالتوفيق اتفرج الفيديوهات اقرا الورق واحفظ الكلمات يلا تبدي تحل الامتحان